شوية من زهرة العاطفة انتهاء بالفانيلا والياسمين. عطر النهاردة اللي هنتكلم عليه من شركة لانكوم. لو انت اول مرة بتشرفينا في القناة، سعدني جدا ان انت تنضم لينا، وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا. معاكم احمد شبراوي، وانت بتشوف قناة الصفا لعود العطور. النهاردة هنتكلم على عطر انساوي يحمل في طياته الكثير جدا من المشاعر الإنسوية وكمان الرومانسية. عطر بيميزه في المقام الأول هي زهرة العاطفة. زهرة العاطفة طبعا زهور من ضمن أنواع الزهور، في حوالي 114 ألف نوع من أنواع الزهور بتطرح في جزر استوائية مميزة جدا طبعا بالنعومة. زي عطر النهاردة هيبنوز لانكوم من شركة لانكوم. الحقيقة ان في مجموعة مميزة جدا من الزيوت العطرية. طبعا اتكلمنا وقلنا زهرة العاطفة المميز فيها مقدمة العطر. سريعا هنلاقي الجاردينيا، زهرة الاوركيد في وسط العطر. وهنا طبعا احنا بنتكلم على زيوت عطرية محببة جدا للنساء، طبعا بيقبل عليها هادية، في نفس الوقت بتساعدك على الرومانسية، بتساعدك على طبعا إخراج كل ما فيك طبعا من الرومانسية، من الحيوية، من النشاط. فعلا بتهدي الأعصاب. العطر فعلا مميز جدا. كمان هنلاقي الشكل بتاعه على شكل أنثوي. طبعا شكل المرأة الأنثوية لدائرة حلزونية. العطر بصراحة مصمم فيه في كل حاجة للنساء. في 2005 تم إطلاق العطر من مصمم العطر تريزي واسر. الحقيقة إن العطر بكل ما تحمله الكلمة فعلا هو مميز، بيحمل في طياته كتير جدا من الرومانسية والعاطفة. هنشوف المكونات العطرية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، هنشوفها ايه مكونات العطرية. طبعا الياسمين طبعا مميز جدا، وقلنا طبعا ان مصر رائده جدا في صناعه الياسمين. صناعه الياسمين المصري مميز جدا، وليه بصمه مخصصه جدا في جميع العطور في انحاء العالم. تعتبر منافس قوي جدا للهند. سريعا ما يجي نجيل الهند والفانيلا في القاعده العطريه. والحقيقه ان بناء على القاعده العطريه احنا نقدر نشتري العطر بتاعنا. الحقيقه ان هنا انا شايف ان العطر مميز جدا بالمكونات العطريه بتاعت الزيوت العطريه. وطبعا زهرة العاطفة حاول ان انتوا تقروا كمان عنها، انا هسيب لكم المصادر برضو كمان في اسفل الفيديو. كمان في تسجيل تقدر تسجل في اسفل الفيديو، يقدر يجيلك خصومات وعروضات بعد تسجيلك مباشرة. هيجيلك ايميل على الايميل بتاعك بعد تأكيد الايميل انت كده سجلت معانا. بعد كل ايميل طبعا بالضغط على الرابط اللي هيجيلك في الايميل، انت كده سجلت معانا، هيجيلك خصومات وعروضات من شركات مختلفة. خليكم معانا طبعا ودعمكم لينا طبعا باللايك وشير. لو ليك اي كومنت تقدر تسيبيه لينا في الكومنتات، وكمان اللي جرب العطر يقول لنا رأيه فيه. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.